התחלנו למים, על מאוד ברסלוקו. إنها الثالثة بعد الظهر بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت. تتابعون من الميدان تلفزيون مستقبل وفي العناوين. تعقد الأسبوع المقبل ثلاث جلسات متتالية مخصصة للموازنة بغية الإسراع في إقرارها. مجلس الوزراء يبحث الموازنة والاعتداء على قناة الجديد يحضر من خارج الجدول. بري يوضح في لقاء الأربعاء أفكار جنبلاط الانتخابية قائمة على المختلط انطلاقا من الشوف عليك. الجيش السوري الحر يواصل التقدم في درعا ودمستور يقول جنيف 4 سيركز على الحكم والدستور والانتخابات بإشراف أممي. وفي النشرة تتابعون في الرياضة باريس سان جيرمان الفرنسي يتفنن في إهانة برشلونة الإسباني في دوري الأبطال. أهلا بكم. أربع جلسات متتالية لدرس فذلكة الموازنة قرر مجلس الوزراء عقدها يوم الجمعة ثم الأسبوع المقبل في إطار سعيه للإسراع في إقرار الموازنة بعد انقطاع دام 12 عاما بسبب الأزمات المتلاحقة والتعطيل الذي طال البلد. جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري ناقشت من خارج جدول الأعمال مسألة الاعتداء على محطة الجديد، وقد سبقتها مواقف وزارية رفضت فرض ضرائب جديدة على المواطنين. وللمزيد عن مداولات الجلسة ومقرراتها يحدثنا مباشرة مراسلنا ربيع شنطف. ربيع، إذن ماذا في أهم ما خرج به اليوم مجلس الوزراء؟ منير، يبدو أن هنالك تكتم بشأن يعني مضمون هذه الموازنة. طبعا هناك نقاش مستفيض، اليوم كانت جلسة أولى للمناقشة بعد جلسة استعراض وفزلك من قبل وزير المال علي حسن خليل في قصر بعبدة. اليوم جلسة في السراي، بعد غد الجمعة أيضا جلسة ثانية، وكما ذكرت الاثنين والأربعاء والجمعة من الأسبوع المقبل هنالك جلسات بعد الظهر لاستكمال مناقشة الموازنة. فيما يتعلق بالضرائب هنالك أيضا تكتم حول هذه المسألة، ولكن بحسب ما قال وزير المال علي حسن خليل أشار إلى أن الضرائب الموجودة في الموازنة كانت قد أقرت في الجلسات التشريعية التي حصلت، أكان الجلسات التي سميت باجتماع الضرورة أم الجلسات الأخرى التي أعقبت انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة جديدة. ويعني لمح وزير المال إلى أن المعترضين هم يزايدون انتخابيا وهم أنفسهم الذين أقروا هذه المسألة. فيما يتعلق بالتفاقة أيضا هناك يعني ليست معلومات حاسمة بهذه المسألة وقيد النقاش، وأيضا سلسلة الرتب والرواتب لم يصل إليها يعني المجتمعون في جلسة مجلس الوزراء، وما إذا كانت ستفصل عن الموازنة أم لا، ولكن هناك المعطيات تشير إلى أن السلسلة ستكون من ضمن الموازنة. إذن يعني هناك تكتم، ما حاولنا أن نستوضحه من بعض الوزراء غالبيتهم ذهبوا بشكل مباشر بعد الجلسة وفضلوا عدم الحديث، ومن تحدث قال إن وزير الإعلام يعني يعطي التفاصيل. فيما يتعلق ب الجلسات الأخرى ستبحث كل البنود، وهنالك توجه لإقرار الموازنة في مجلس النواب ربما في شباط، وهذا الأمر دفع برئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي ترأس هذه الجلسة إلى القول بأنه هنالك ضرورة لإقرار هذه الموازنة، موازنة العام 2017، بسرعة بعد مناقشتها، وذلك يعني طي صفحة 12 سنة من دون موازنة، وهذا الأمر غير طبيعي في أي بلد آخر. طبعا هنالك نقاشات أيضا فيما دار بالأمس من اعتداء على يعني قناة الجديد. هذه المسألة طرحت من قبل وزير الإعلام وأيضا تمت مناقشتها من بعض الوزراء، ولكن وزير العدل سليم جريساتي لفت إلى أن القضاء يأخذ مجرى. سألنا وزير الإعلام إذا كانت هنالك توقفات، أشار إلى أن القضاء هو يحدد ماذا سيجري. على كل نستمع إلى ما قاله الوزير ملحم رياشي بعد انتهاء هذه الجلسة. تحدث وزير الإعلام عما حصل أمس أمام تلفزيون الجديد، وطالب رئيس الحكومة أن يدعو الوزراء المعنيين
للعمل على حماية حرية الإعلام لأنها أساسية للبنان الدور ولبنان النموذج، كما واحترام حرية التعبير والتظاهر تحت سقف القوانين وبعيدا عن العنف والتعرض للأملاك العامة. وكانت مداخلات من الوزراء أيدت وزير الإعلام، لكنها توقفت عند دور القضاء وضرورة تحركه السريع للمساءلة. فكانت مداخلة لوزير العدل بأن القضاء تحرك على مستويين: المساءلة عن تحقير دولة رئيس مجلس النواب، والمساءلة عن التعرض للأملاك الخاصة وسلامة الأشخاص والحريات العامة في حال توافر العناصر الجرمية في المساءلتين. كما تعقد الأسبوع المقبل 3 جلسات متتالية مخصصة للموازنة بغية الإسراع في إقرارها. وفي المواقف من مسألة الاعتداء على محطة الجديد، استنكرت نقابة المحامين ما جرى وقالت إنه يخرج عن أهداف الاحتجاج، مشددة على ضرورة اعتماد الوسائل القانونية. إذن نقابة المحررين للتوضيح، مشددة على ضرورة اعتماد الوسائل القانونية المشروعة في التعامل مع المؤسسات الإعلامية، ومؤكدة أن قضية الإمام الصادر قضية وطنية لبنانية جامعة، داعية إلى التنبه بشأن كيفية تناولها. وكان الوضع أمام مبنى قناة الجديد قد عاد ليلا إلى طبيعته بعد التجمع الذي نفذه مناصرو حركة أمل لأكثر من ساعة ونصف الساعة بعد تدخل القوى الأمنية ومسارعة القوى السياسية إلى تطويقه. الثاني على التوالي تجمع عشرات المناصرين لحركة أمل أمام مبنى تلفزيون جديد في المصيط بي. حاملين الأعلام الحزبية بدأوا بإطلاق الشعارات ضد القناة على خلفية برنامج ساخر اعتبروا أن فيه إساءة للإمام موسى الصدر ولرئيس مجلس النواب نبيه بري. وسريعا تطور المشهد بعد تزايد عدد المعتصمين الذين بدأوا برمي الحجارة والمفرقعات النارية على مبنى المحطة، الأمر الذي أدى إلى إصابة موظفين بجروح طفيفة والانقطاع البث المباشر بعد إصابة الكاميرا. وفور وصوله إلى لبنان، اتصل رئيس الجمهورية ميشيل عون بوزير الدفاع يعقوب الصراف لمتابعة ما يجري أمام مبنى قناة الجديد. وكذلك فعل وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أجرى اتصالات بالرئيس سعد الحريري وقادة الأجهزة الأمنية لمتابعة الأوضاع. وزير الإعلام الحمريش أكد من جهته أن الاعتداء على الإعلامي ومخالفة القوانين أمر سيء. أما اللافت فكان موقف رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ الذي قال إنه كان ينبغي على قناة الجديد أن تتجنب الوصول إلى ما وصلت إليه الأمور. وفجأة انتهى الاعتصام اعتراضا على برنامج دوما كراسي وعاد المعتصمون أدراجهم وسط انتشار أمني كثيف في المنطقة. في عين التين، يعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن ما نحتاج إليه في هذه المرحلة هو إقرار قانون انتخاب يعتمد النسبية، قائلا أن على الحكومة مسؤولية مناقشة القانون وإحالته إلى المجلس النيابي لمناقشته وإقراره. وأوضح بري خلال لقاء الأربعاء النيابي طبيعة الأفكار الانتخابية التي وضعها النائب وليد جملاط بعهدته. عنوانان أساسيان طرحهما رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي: قانون الانتخاب وأقرار الموازنة. فأكد الرئيس بري أن حماية لبنان والحفاظ على التنوع في التركيبة اللبنانية لا يكون إلا من خلال إقرار قانون جديد للانتخاب يعتمد النسبية، وعلينا جميعا من أجل تسييج لبنان أن نتوافق على قانون انتخاب. وجدد الرئيس بري القول أن من واجب الحكومة بحث ومناقشة القانون في أقرب وقت، لأن هذا الموضوع من أولى مسؤولياتها ومهماتها طالما أنها تضم كل القوى السياسية، ومن الضروري أن تعقد جلسات متتالية لإقرار مشروع قانون يعتمد على النسبية، لأن هذا الموضوع ليس فقط من مسؤوليات مجلس النواب. أكد دولة الرئيس أنه نحن أحوج ما نكون بهذه الفترة للتفتيش عن كل ما يحفظ وطننا ويحميه ويحافظ على تركيبته، وهذا لن يتحقق بشكل أفضل إلا من خلال قانون انتخابات يعتمد النسبية.
ونقل النواب عن الرئيس بري اعتباره أن لا شيء ينقذ البلد اليوم إلا قانون الانتخاب، ومن دون إقراره لا قيمة لكل ما أنجز حتى اليوم. وأشار بري إلى أن أفكار رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط تقوم على نوع من القانون المختلط الذي ينطلق من الشوف وعليه ووفق صيغة موحدة. ورأى بري أنه مهما جرى من نقاش حول الموازنة فلا بد من إقرارها من أجل مصلحة الدولة والاقتصاد اللبناني، مشددا على ضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب في كل الأحوال بعد كل هذه الفترة من الانتظار. دولة الرئيس رأى أنه الموازنة لابد من أن تقر مهما كان النقاش حولها، لأنه في مصلحة للبنان واللبنانيين والاقتصاد الوطني بشكل خاص، وفي كل الأحوال يجب إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي هي حق من لأصحابها. وبحسب ما نقل عن النواب فإن اللجنة الرباعية والخبراء القانونيين لن يجتمعوا مساء الأربعاء إفساحا في المجال أمام اللقاءات والمشاورات التي تحصل بعيدا عن الإعلام في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخاب. وفي النشرة بعد الفاصل، واشنطن تتراجع عن حل الدولتين والقيادة الفلسطينية ترد. أهلا بكم من جديد. قتل عشرات المدنيين وأصيب آخرون بجروح جراء استمرار الغارات الروسية والسورية على الأحياء السكنية المحررة في درعا، والجيش الحر يحبط سلسلة هجمات نفذها داعش في محيط مدينة الباب. لليوم الرابع على التوالي استمرت معركة الموت والمذلة في درعا وسط تقدم ملحوظ الفصائل المقاتلة على حساب قوات الأسد. المعارضة سيطرت على 4 قطاعات داخل حي المنشي منذ بدء المعارك مع قوات النظام، وأعلنت الفصائل المنضوية في غرفة عمليات البنيان المرصوص تحرير جامع المنشي والأبنية المحيطة به، كما فجرت مستودع أسلحة تابع لقوات الأسد في الحي ذاته. وأغارت المقاتلات الروسية والسورية على أحياء درع البلد والقرى المجاورة، فاستهدفت بلدات عدة منها الحارة واليدودة وبصر الشام. أما في ريف دمشق فشنت فصائل الجيش الحر هجوما مباغتا على قوات النظام في محيط بلدة بيجن في غوضة دمشق الغربية، حيث قتلت عددا من أفراد تلك القوات. وبحسب مصادر فإن مقاتلي المعارضة هاجموا مواقع قوات النظام وميليشياته في تل الظهرة ونقطة الإشارة بالقرب من بلدة بيجن اللتين سيطرت عليهما قوات النظام أخيرا بموجب اتفاق مصالحة ينص أحد بنوده على أن تتسلم قوات النظام عددا من النقاط في محيط هذه البلدات، ومنها تلة الظهرة وتلة الزيات وتلة النمر، مقابل الإفراج عن المعتقلين وعدم التعرض للمدنيين، إلا أن النظام لم ينفذ وعوده في حين رفض مقاتلو بيجن مشروع المصالحة مع النظام. وفي شمال البلاد تواصل عملية درع الفرات التي تقودها فصائل الجيش السوري الحر بدعم من الجيش التركي الاشتباك مع تنظيم داعش في مدينة الباب في ريف حلب الشمالي، وسط محاولات الفصائل تثبيت النقاط التي اكتسبتها أخيرا. وذكر ناشطون أن تنظيم داعش حول مدينة الباب إلى ثكنة عسكرية محصنة بالاعتماد على شبكة أنفاق وخنادق يستخدمها عناصر التنظيم للمناورة والمباغتة، إلى جانب عمليات واسعة من تفخيخ الشوارع والأبنية والمقرات التي تعيد تقدم الجيش الحر. من جهتها سيطرت قوات النظام مدعومة بميليشيات أجنبية على قرية بيجان وتلتها في جنوب مدينة الباب، إضافة إلى قرية المشرفة الواقعة في ريف مدينة الباب الجنوبي. إلى ذلك تجددت عمليات القصف المدفعي والصاروخي بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل درع الفرات في عدة مواقع وجبهات في ريف حلب الشمالي، مع تفجير فصائل المعارضة سيارة مفخخة في مناطق قوات سوريا الديمقراطية ما خلف خسائر بشرية وعسكرية. هذا وتوصلت الاشتباكات بين هيئة تحرير الشام ولواء الأقصر المقرب من تنظيم داعش في ريفي إدلب وحماة، وسط توارد أنباء عن تنفيذ اللواء مذبحة طاولت عشرات المعتقلين. تسبب التجاذب في شأن جدول أعمال لقاء أستانا بتأجيل الجولة الجديدة إلى الخميس. ومن موسكو أكد ستيفان دوميستورا أن مفاوضات جنيف 4 ستركز على المرحلة الانتقالية والدستور، كما ستبحث في إجراء الانتخابات تحت إشراف أممي. وقال إن أي تغيير في جدول أعمال المفاوضات سيفتح أبواب الجحيم. التجاذبات في جولة أستانا الجديدة حتمت ترحيل موعدها من الأربعاء إلى الخميس، والسبب خلافات في شأن جدول الأعمال بين تركيا وروسيا.
فصائل المعارضة التي طالبت بالحصول على جدول أعمال واضح لما يطرح للبحث في أستانا لم تحظى بإجابات شافية، في وقت ظل سعي موسكو لتجاوز اتفاق وقف إطلاق النار والبحث في الأمور السياسية يحظى بإجماع على رفضه من كل من تركيا والفصائل، الأولى لرفضها تماما الحديث عن دستور يعطي حكما ذاتيا للأكراد كما جاء في المقترح الروسي في أستانا واحد، والثانية لخشيتها القفز فوق جنيف 4. الثابت إلى الآن أن الجولة الجديدة من محادثات أستانا تبحث في وضع آلية لتسجيل خروقات وقف إطلاق النار وإحالة مرتكبيها للعدالة. على خط موازن، كشف المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المصلت أن المعارضة تريد مفاوضات مباشرة مع حكومة النظام بخصوص الانتقال السياسي في محادثات السلام المقررة في جنيف الأسبوع المقبل، مشددا على أن لا يمكن للأسد أن يكون على رأس السلطة لا في مرحلة انتقالية ولا في مستقبل سوريا. الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا الذي اطمأن إلى مسار أستانا يلتقي في موسكو وزيري الخارجية والدفاع الروسيين للبحث في وقف النار والتشكيلة النهائية للوفد المعارضة إلى جنيف 4 بعد رفض مجموعتي موسكو والقاهرة اقتراح هيئة المفاوضات العليا ضم شخصية واحدة من كل منهما إلى الوفد. ومن الرياض، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة متلفزة على ضرورة أن يحقق التحالف تقدما في الرقة ضد داعش، لافتا إلى أن بعد تطهير الرقة من داعش يمكن تسليم المنطقة لسكانها الأصليين من العرب، وبالتالي يكون التحالف قد وصل إلى مرحلة مهمة جدا في الطريق إلى تحقيق الاستقرار. على صعيد آخر، طالبت فرنسا مجلس الأمن بإصدار قرار لمعاقبة من استخدم الأسلحة الكيماوية في سوريا على أثر تقرير هيومن رايتس وثقت فيه استخدام الأسد أسلحة محرمة دوليا لضرب فصائل المعارضة في حلب. أقرت واشنطن بتنفيذ هجمات استخدمت خلالها أكثر من 5000 قذيفة يورانيوم منضب ضد ناقلات نفط برية مصفحة تابعة لتنظيم الدولة شرق دير الزور وشمال شرق الحسكة في سوريا. وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية استخدام اليورانيوم المنضب واستخدام قذائف اليورانيوم المنضب خلال طلعتين جويتين في العام 2015، مشيرا إلى أن قرار استخدام قذائف اليورانيوم المنضب جاء بناء على تقييم الجهات العسكرية من دون الرجوع للرئيس الأمريكي باراك أوباما وقتها. في موقف مفاجئ أعلنت الإدارة الأمريكية أنها لم تعد متمسكة بحل الدولتين للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. هذا الموقف ردت عليه القيادة الفلسطينية بالتأكيد أن التخلي عن حل الدولتين سيكون له عواقبه الكارثية على المنطقة. في موقف يتعارض مع الثوابت التاريخية للولايات المتحدة وقبل ساعات على اللقاء الذي سيجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلنت واشنطن أنها لم تعد متمسكة بحل الدولتين كأساس للتوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية لن تسعى بعد اليوم إلى إملاء شروط أي اتفاق لحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، بل ستدعم أي اتفاق بين الجانبين أيا يكن هذا الاتفاق. وأضاف أن حلا على أساس دولتين لا يجلب السلام ليس هدفا، مضيفا أن السلام هو الهدف سواء أتى عن طريق حل الدولتين أم لا. من جانبها، اعتبرت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أن إعلان هذا المسؤول في البيت الأبيض هو تعبير عن سياسة غير مسؤولة. صائب عريقات كبير المفاوضين أكد رفض القيادة الفلسطينية لأي حلول قد تتضمن إلغاء خيار حل الدولتين، وأن لا دولة فلسطينية من دون غزة ولا دولة فلسطينية في غزة وحدها. وقال عريقات إن هناك محاولات حثيثة من قبل الحكومة الإسرائيلية لإلغاء فكرة حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود حزيران 67، مؤكدا أن الخيار الوحيد المقبول للقيادة في حال تم إلغاء حل الدولتين هو إقامة دولة ديمقراطية واحدة تضم المسلمين والمسيحيين واليهود، ولن نقبل بأي حل آخر، مؤكدا أن القيادة المصرية متمسكة بخيار حل الدولتين. وسط هذه الأجواء تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، فقد هدمت جرافات عسكرية إسرائيلية 3 مساكن فلسطينية بدعوى البناء بدون ترخيص في بلدة حزمة الواقعة شرق مدينة القدس، بعدما قام جيش الاحتلال بإخلاء المنازل من السكان وأطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة مواطن بالاختناق.
قالت وزارة الداخلية البحرينية إن رجلا وزوجته أصيبا بجروح طفيفة في تفجير إرهابي وقع جنوب العاصمة البحرينية المنامة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة باشرت إجراءاتها. شن الجيش الوطني الليبي غارات جوية مكثفة على مواقع لتنظيم القاعدة في مدينة هون في الجفرة جنوب ليبيا، وأعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري وقوع خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات في مواقع تنظيم القاعدة جراء الغارات. وكانت مقاتلات من سلاح الجو الليبي قد شنت في وقت سابق 6 غارات جوية على تنظيم القاعدة في محيط حقل المبروك جنوب رأس لانوف. وفي النشرة بعد الفاصل، لجنة الإدارة والعدل تلغي المادة 522 من قانون العقوبات. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. مجلس الوزراء يبحث الموازنة والاعتداء على قناة الجديد يحضر من خارج الجدول. بري يوضح في لقاء الأربعاء أفكار جملات الانتخابية قائمة على المختلط انطلاقا من الشوف عليه. الجيش السوري الحر يواصل التقدم في درعا، ودمستورا يقول جنيف 4 سيركز على الحكم والدستور والانتخابات بإشراف أممي. احتجاجا على الاعتداء الذي تعرض له مفوض شرطة بلدية صور، نفذ اعتصام في المدينة وتلويح بإضراب عن العمل في البلدية ما لم يتم توقيف المعتدين. يا مرحبا يا طلاب، لابس خيانه تقولوا على الاعلام من هن؟ يعني من هن؟ نائب حزب الله، نائب مسؤول حزب الله برج شمالي، مسؤول العسكري تقولوا من الساكن، قولوا عشرين رابط كان في على الارض، ليش بس هن تقولوا؟ قولوا قولوا المسؤول اللي معطيهم الاوامر، عشرين رابط كان في على الارض، ليش بس هن تقولوا انه هن؟ لا تزال قضية الاعتداء على مفوض شرطة بلدية صور شادي نجد تتفاعل، فبعد الكمين المسلح الذي تعرض له نجد على يد عناصر قيل انهم من حزب الله، وانتشار فيديو يظهر عملية الاعتداء نفذ عناصر شرطة بلدية صور وموظفو وعمال البلدية واهالي المدينة اعتصاما امام مقر البلدية وقطعوا الشارع الرئيسي باليات البلدية، وهدد عناصر الشرطة وموظفو البلدية بعدم مزاولة عملهم اليومي المعتاد في حال لم يسلم الفاعلون للقضاء لمحاسبتهم. فعليا معروفين واحد واحد، لانه اصلا عملوا جريمتهم بنص النهار، يعني مش 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 مجهولين. ونحن طبيعي تم رفع شكوى حسب القنوات الرسميه بمقر الضلع، وصرحنا عنه واسمائهم كلياتها موجوده، المفروض انه يتسلموا، لحتى هلا ما تسلموا لسبب اولى اخر. فهيدا اللي قلنا عنه بندعي للتسليم، بس لا توقيف عمل برايي انا، يعني بطلب من الشباب، بنتمنى من الشباب انه ما حدا يوقف عمل طبيعي، لانه هيدا يعني ضد مين بدنا نوقف عمل؟ ضد اهل المدينه، ضد مدينتنا، ضد انفسنا. نحن هيدا شغله مش مسموحه ابدا، رح نتابع عملنا ان شاء الله وما بده يثنينا. كما نفذ عناصر الشرطه اعتصاما امام قائم مقاميه صور، وسلموا القائم مقام محمد جفال مذكره استنكار. في عكار نفذ أهالي الموقوفين الإسلاميين والموقوفين بموجب وثائق اتصال من أبناء وادي خالد اعتصاما رمزيا عند مدخل منطقة البقيعة بمشاركة رؤساء بلديات وفعاليات ووجهاء العشائر. وقد عمد المحتجون إلى قطع الطريق ورفع يافطات مطالبة بتسريع المحاكمات والإفراج عن أبنائهم وصدور عفو عام عنهم أسوة بباقي المناطق اللبنانية. في الجنوب، أوقف فرع مخابرات الجيش في الصيدا اللبناني خالد دال بتهمة المشاركة في القتال ضد الجيش في أحداث عبرة وانتمائه لخلية أمنية تابعة للشيخ أحمد الأسير. بحضور ممثلين عن وزارة العدل والمالية ونقابة المحامين، قررت لجنة الإدارة والعدل خلال جلستها في مجلس النواب برئاسة رئيسها روبير غانم إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، وهي المادة المتعلقة بالاغتصاب وزواج المرتكب من ضحيته. كما سبق وقلنا بأن التعديلات شملت المواد 503 إلى 521، طبيعي ألغيت المادة 522 من قانون العقوبات وتعدلت المواد السابقة لها، بحيث كان تشديد للعقوبات في حال تم الجرم على قاصر دون 15 من عمره، وبالتالي كل هذه المواد أصبحت مطابقة للواقع وللواقعية أكثر، وأخذت بعين الاعتبار الوضع اللبناني
برمته، يعني أخذت بعين الاعتبار العادات اللبنانية، أخذت بعين الاعتبار كل الأمور يلي نحن بلبنان نتميز بها عن غيرنا من البلدان. أعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي أن يوم غد الخميس هو يوم تدريس عادي في كل مدارس التعليم الأساسي الرسمي في لبنان. اعتصم طلاب حزب الكتائب في كلية الفنون الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية مطالبين بإجراء الانتخابات الطالبية وإعادة إشراك الطلاب في القرار بعد غياب دام لأكثر من 9 أعوام. لأنه صار له حوالي 9 سنين غايب، ما بقى عنا حجة لحتى يتوقف العمل السياسي بقلب جامعاتنا. الهيئة الطلابية ضرورية، كلية الفنون ما عندها هيئة طلابية بغض النظر غير جامعات إذا عندهم هيئة طلابية شرعية أو لا. ما بقى في حجة بالبلد، بتخيل كل العالم صارت متفقة مع بعضها كقيادات، فما بقى في عنا حجة والبلد كله متوجه صوب انتخابات. مبادرة لجمعية أصدقاء الزيري في صيدا لتحويل شاطئ المدينة محمية لطيور النورس. بهدف تحويل شاطئ المدينة محمية لطائر النورس، خاصة بعدما تعرض له مؤخرا في محيط مطار رفيق الحرير الدولي، أطلقت جمعية أصدقاء زيرة وشاطئ صيدا مبادرة لإنقاذ هذا الطائر الجميل. ناشط الجمعية نفذ ما يشبه المناورة الحية تم خلالها استخدام أسراب من النورس عن طريق جذبها إلى شاطئ صيدا بإلقاء فضلات من الأسماك حيث انقضت عليها ثم غادرت لتعود بعد ذلك مجددا إلى المكان نفسه بهدف أن يشكل مقصدا وملاذا دائما لها. الآن الجمعية تقوم شوي بالعناية في هذا الطائر، مثل ما شفتوا يعني طائر النورس الآن موجود على شاطئ صيدا، وهذا شيء جميل الحمد لله. والجمعية ستقوم بمبادرة مع بلدية صيدا ومع نقابة الصيادين لتنمية ورعاية هذا الطائر على زيرة صيدا وعلى كافة الشاطئ الصيداوي. طبعا نحن رصدناها وفكرنا بفكرة انه نشيل الاسماك اللي موجودة هي بمينة الصيادين اللي بتبقى بعد تنظيف السمك، بدل ما تروح على يجمعوها لتروح على النفايات، يعني عم نرجع نحن نحطها بالبحر تاكلوها وتصير علف للسمك ولطيور النورس. ورفعت الجمعية عند مدخل قلعة صيدا البحرية لافتات تحمل معلومات وصورا تعرف بالنورس وتشير إلى أنه من الطيور الجميلة والذكية وله القابلية على التعلم بسرعة. وفي النشرة بعد الفاصل، روحاني يبدأ زيارة خليجية. توفي سفير الإمارات في أفغانستان جمعة محمد عبد الله الكعبي صباح اليوم متأثرا بجروح أصيب بها في هجوم إرهابي في العاشر من كانون الثاني الماضي. وكان السفير ومجموعة من الدبلوماسيين الإماراتيين قد تعرضوا لاعتداء إرهابي في دار الضيافة لوالي قندهار نجم عنه مقتل نخبة من أبناء الإمارات المكلفين بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان. استقبل السلطان قابوس بن سعيد الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي وصل إلى سلطنة عمان في بداية جولة له في المنطقة تشمل الكويت. روحاني أكد أن بلاده تسعى لإقامة علاقات طيبة مع جيرانها الخليجيين. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن روحاني قوله إن العلاقات الطيبة مع الخليج العربي وأمن الخليج هو ركيزة سياسات إيران. جددت الخارجية الروسية تأكيدها أن القرم أرض روسية، نافية أن تكون إعادة شبه الجزيرة إلى أوكرانيا مطروحة بأي شكل من الأشكال. المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أعلنت في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي أن موسكو لا تعيد أراضيها، فالقرم أرض تابعة لروسيا الاتحادية، وذلك ردا على البيت الأبيض الذي ذكر أن الرئيس ترامب بعث برسالة مفادها أنه ينتظر من روسيا إعادة القرم لأوكرانيا والعمل على نزع فتيل النزاع معها. نجحت وكالة الفضاء الهندية في إطلاق 104 أقمار صناعية متناهية الصغر إلى مدار الأرض على متن صاروخ واحد، وتكسر الوكالة الهندية بهذا الإنجاز الرقم القياسي الذي سجلته روسيا لإرسال 37 قمرا صناعيا في عملية إطلاق واحدة تمت في العام 2014. وتتوزع الأقمار التي يبلغ وزن كل منها 10 كيلوغرامات على شركات عدة في الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وسويسرا وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة. وتسعى الهند إلى اقتطاع حصة من سوق إطلاق الأقمار الصناعية، كما تتطلع إلى إرسال رواد إلى الفضاء.
وفي النشرة بعد الفاصل. بطولة دبي الدولية تنطلق الجمعة بمشاركة 8 أندية. الآن الرياضة مع عباس حسن. مساء الخير. أهان باريس سان جيرمان ضيف برشلونة بعد اكتساحه برباعية تاريخية نظيفة في المباراة اللي جمعت الفريقين مساء امبارح 3 على ملعب حديقة الأمراء والبارك دي برانس في ذهاب دور 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وسجل رباعية الفريق البريزي أنخيل دي ماريا لاعب ريال مدريد السابق هدفين وجوليان دراكسلر وأدينسون كافاني في الدقائق 18 40 55 و72 أي هدفين في كل شوط. وبدأ نجوم برشلونة كالأشباح طوال شوطي المباراة بينما تفوق ثلاثي كافاني ودراكسلر ودي ماريا على مثلث الام اس ان ومنح العملاق البريزي فوز عريض اقترب فيه كثيرا من التأهل لدور الثمانية بينما بيت برشلونة بحاجة لشبه معجزة للتعويض في لقاء الإياب بملعب الكامب نو. الخسارة التاريخية وضعت فريق برشلونة مثل ما قلنا إلى حد كبير خارج المنافسة في دوري الأبطال إلا إذا حصلت المفاجأة في مباراة العودة الشهر المقبل. كذلك الأمر فأن الفريق بات بعيد نوعا ما عن منافسة ريال مدريد على اللقب علما بأنه بعض الأمور لم تحسم وأمامه كأس الملك في المباراة النهائية. فهل بات مستقبل المدرب إنريكي على المحك؟ يبدو أن حقبة لويس إنريكي في برشلونة قاربت على كلمة نهاية خاصة بعد السقوط المروع للفريق الكتالوني أمس. وأبرزت صحيفة سبورت الكتالونية تفاقم الأوضاع بين إنريكي ولاعبي برشلونة منذ فترة سابقة على نكسة بريز حيث بدأ نجوم الفريق يفقدون الثقة في المدرب ويشعرون أنه لا يستطيع تجاوز الأزمات التي يواجهها البلوغرانا. ونقلت الصحيفة عن تقرير إذاعة راديو إل باراديزو دو كوبي قوله يشعر لاعبي برشلونة بأنه إنريكي عاجز عن تعديل أوضاع الفريق في ظل المواقف الصعبة التي يواجهها منذ بداية الموسم. والأهم من ذلك بأنهم يؤمنون بأنه إنريكي سيرحل عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري. وتابع التقرير بقوله خيبة الأمل التي يشعر بها اللاعبون تجاه إنريكي تضاعفت بعد الهزيمة المدوية أمام باريس سان جيرمان ولكن هذا الشعور بدأ منذ فترة طويلة ويبدو أن هناك الكثير من نجوم الفريق يشعرون بالإحباط إزاء أحوال البرشا ولا يرون أن إنريكي قادر على إيجاد حلول واضحة لإصلاح الموقف الحرج الذي يواجهه الفريق في الليغا ودوري أبطال أوروبا. وأشارت سبورت إلى أن التوقعات كلها تصب منذ فترة إلى رحيل إنريكي عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري وأن مساعده خوان أونزوري هو أقوى مرشحين لخلافته. من جهتين يوجه أندريس إنيستا قائد برشلونة رسالة للاعبي وجماهير الفريق بعد الخسارة المذلة. وقال إنيستا في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية لدينا العديد من البطولات التي ننافس عليها يجب أن لا ننسى هذا. وتأهل برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بالإضافة إلى أنه يحتل وصافة الدوري الإسباني خلف ريال مدريد المتصدر. إنيستا أضاف واجهنا يوما سيئا على كافة النواحي علينا محاولة قلب الأمور في العودة هو أمر سيكون صعبا لكننا سنقدم كل شيء. وتابع أرفض الحديث عن حالة اللاعبين عندما لا تكون سببا في الهزيمة وهو ما يعد إشارة منه إلى أن المدرب لويس إنريكي هو المسؤول عن الهزيمة المذلة. نبقى في تداعيات هذه الهزيمة حيث أرجى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة زيارته إلى مصر واللي كانت مقررة اليوم الأربعاء للإعلان عن مشاركته بحملة دعائية ضد مرض الفيروس الكبدي الوبائي فيروس سي. وقالت الشركة المنظمة للزيارة في بيان رسمي اليوم الأربعاء أنه زيارة ميسي لمصر تأجلت الموعد قريب سيتم إعلانه في بيان صحفي لأسباب تخص التزام اللاعب تجاه ناديه وإدارته تتعلق بنتائج الفريق الأخيرة. ودعا البيان لتفهم التزامات ميسي تجاه ناديه وجماهيره من عشاق برشلونة حول العالم مؤكدا أن اللاعب يعد شريك أساسي في حملة تور أنكور العالمية للعلاج من مرض فيروس سي. وأضاف أن الاستعدادات الخاصة بالحفل التي تم الانتهاء منها توقفت مؤقتا لحين تحديد موعد جديد لوصول اللاعب الأرجنتيني. أيضا وأيضا في نفس المباراة تهنأ القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاعبينه على المباراة المذهلة أمام برشلونة مساء امبارح 3 والفوز برباعية نظيفة في ذهاب ثمن النهائي وأشار إلى أن الأمر مذهل للجميع للنادي للاعبين للمدرب وللطاقم الفني إنها مباراة رائعة كنا نؤمن بهذا الأمر. وأكد الرئيس أنه ما زالت تتبقى مباراة الإياب في غضون 3 أسابيع والفريق عليه أن يكون مستعدا لها. تتابع المباريات اليوم وتبرز مباراة قوية بين فريقي بايرن ميونخ الألماني وأرسنال الإنجليزي في حين يخوض ريال مدريد مباراة أيضا ستكون صعبة أمام فريق نابولي الإيطالي.
يواجه ريال مدريد فريق نابولي في دور 16 بدوري أبطال أوروبا في المباراة يلي راح تصير اليوم على أرض سانتياغو برنابيو. نابولي اختتم دور المجموعات بالبطولة القارية في صدارة مجموعته متفوقا على بنفيكا وبشكتاش، كما بيحتل المركز الرابع في ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي بفارق 8 نقاط خلف جوفنتوس. وتعد هذه المرة الثانية اللي بتلاقى فيها ريال مدريد ونابولي في كأس أبطال أوروبا، حيث قابلوا من قبل في الجولة الأولى بالموسم 1987-1988 مع مارادونا في صفوف الفريق الإيطالي. أجريت أنذاك مباراة الذهاب في البرنابيو خلف أبواب مغلقة وانتهت بالفوز 2-0 بهدفين من ميتشل وتنديب، فيما أقيمت مباراة الإياب خارج الديار وانتهت بالتعادل 1-1 بهدف من بوتراغوينيو. بالمقابل يلتقي بايرن ميونخ الألماني مع أرسنال الإنجليزي في مباراة قمة مرتقبة في ذهاب الدور ذاته، ويبدو بايرن في طريقه لتعزيز رقمه القياسي وإحراز لقب الدوري الألماني للمرة الخامسة على التوالي بفضل تقدمه بسبع نقاط على أقرب منافسي بعد الانتصار 2-0 على إنجلوشتاد السبت الماضي. لكن هذا الأمر لا يعكس الحقيقة كاملة في ظل ظهور بطل ألمانيا بشكل متواضع أغلب فترات المباراة قبل ما يسجل هدفين قرب النهاية. ويعتبر بايرن صاحب فعالية كبيرة وتحت قيادة المدرب كارلو أنجيلوتي، بينما كان يعتمد سلف بيب غوارديولا على الإيقاع السريع وكثرة تسجيل الأهداف في المواسم الماضية. وحقق بايرن رقم قياسي بالفوز في 15 مباراة متتالية على أرضه بالمسابقة منها 3 بالمواسم الجارية، وخسر مدرب أرسنال الفرنسي أرسن فينجر في دور 16 لست سنوات متتالية منها أمام بايرن بالتحديد في 2013 و2014. أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة عن مشاركة 8 فرق في النسخة 28 واللي بتنطلق يوم الجمعة المقبل في صالة النادي الأهلي بدبي وبتستمر حتى يوم 25 من الشهر الجاري، وطبعا رح تتابعوها مباشرة عبر شاشة تلفزيون المستقبل. الفرق المشاركة هي النادي الأهلي من دولة الإمارات، منتخب مصر الأول، وثلاث أندية من لبنان هن الرياضي والحكمة وهومنتمن، بالإضافة إلى فريق مايتي سبورت الفلبيني وفريق بول أوف أول الأمريكي وفريق سلة المغربي. وأكد اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة السلة أنه اليوم الافتتاحي سيشهد مباراة الرياضي اللبناني مع منتخب مصر والأهلي الإماراتي مع الفريق الفلبيني، وأوضح بأن النسخة 28 ستشهد قوة إضافية في مستوى المشاركين في ظل وجود 3 فرق من لبنان ومنتخب مصر، وأنه تواجد فريق من الفلبين يضمن وجود جماهير غفيرة في المدرجات. هذا كل شيء بالرياضة، شكرا للمتابعة. والآن تذكير بعناوين هذه النشرة. تعقد الأسبوع المقبل 3 جلسات متتالية مخصصة للموازنة بغية الإسراع في إقرارها. مجلس الوزراء يبحث الموازنة والاعتداء على قناة الجديد يحضر من خارج الجدول. بري يوضح في لقاء الأربعاء أفكار جملات الانتخابية، قائمة على المختلط انطلاقا من الشوف عليه. الجيش الحر يواصل التقدم في درعا، ودمستورة يقول جنيف 4 سيركز على الحكم والدستور والانتخابات بإشراف أممي. وفي الرياضة باريس سان جيرمان الفرنسي يتفنن في إهانة برشلونة الإسباني في دوري الأبطال. إلى هنا تنتهي هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء. حمل الماء المودة والصداقة.